بمراجعه البروج المرغوب في مراجعه البروج المرغوب يعني تستقبل الطلب الشخص مقابله مزيانه المنتخب كيف ولفنا من كاس العالم الاخير هو يعني كيقدم مقابلات قويه. نتمنى له التوفيق ان شاء الله في باقي المشوار في كاس افريقيا ونتمنى ان شاء الله عوده المدرب الوطني اللي هو اضافه كبيره للمنتخب كما كنعرفوا ومهم الفوز فوز جميع المغاربه من طنجة إلى الكويرة وشكرا لجميع اللعابة اللي قدموا مجهود كبير وفرحوا المغاربة جميعا. واش نقول لك ماتش واعر 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 بزاف بزاف يستاهلوا الصراحة النجاح والله العظيم لعبوا يعني تخي بون ماتش الله يعطيهم الصحة فرحونا والله يقويهم إن شاء الله والعقوبة اللي كوب واحد أخرين إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. وهي فرحة مستحقة رغم أن هناك من يربطها بظروفنا المعيشية والسياسية ولكن من حقنا أن نفرح من حين إلى حين وهذا المنتخب ويدخل الفرحة إلى قلوبنا جميعا فيحيى المغرب وعاش المغرب وديما المغرب ونحن في صف المغرب. وأقول للركراكي لقد أخطأت فعلا أخطأت ولكن التجربة ستعلمك أشياء كثيرة. الماتش واخا ما كاينش الركراكي ولكن الماتش واعر واللعابه واعرين وكانوا في المستوى وصراحه الله شرفونا وشرفوا المغرب وحنا فرحانين بزاف بزاف. ان شاء الله يا ربي نجيبوا كاس افريقيا ان شاء الله. كانت اجواء حماسيه والفرحه كتعمل الجميع وكلشي فرحان وفيفا الماروكو.